عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معايا في قناتكم نوال تي في شانيل. نتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وعلى خير وبخير. اليوم غنشارك معكم حلوة سريعة التحضير، سهلة توجديها دفعة واحدة بدون عناء، بلا ما تكوري أو تدلكي. كتجي لذيذة، مقرمشة، معلكة، وفي نفس الوقت هشيشة، اللي ذاقها كيحمق عليها. أكيد إن شاء الله إلا جربتوها غادي تعجبكم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غنحتاج لتحضير هاد الصابلي بالفواكه الجافة. عندي هنا بيضة بحرارة المطبخ، بيضة من حجم كبير. عندي الفانيلي التنسيم، الملح، قبصة الملح لتصحيح الذوق. عندي هنا ملعقة كبيرة ديال القشور ديال اللوز. كنعرفو القشور ديال اللوز كنديرهم في لي صابلي، انا خليتهم هنا شوية غلاظين فرشين كيلدو لينا العجينة. غنحتاج كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، وواحد صاشي ديال خميرة الحلويات. نبدا على بركة الله، نضيف السكر، نخدمو مزيان مع البيض، تنسجم لي السكر مع البيض. من بعد ما نسجم كنضيف الزيت، نضيف الخميرة، وغنبدا نضيف الطحين شوية بشوية. تقريبا كتاخد من جوج الكؤوس حتى لجوج كؤوس ونصف على حساب الحجم ديال البيضة. هكا كيكون القوام ديالها، كتكون خفيفة. من بعد ما وجدت العجينة، دابا في المرحلة الثانية غنحتاج نحشو هاد الصابلي. عندي هنا اناناس مقطع مكعبات بحال هكا، عندي الكيوي والفخاز يبسين راه كيتباعو عند العطار اللي كيبيعو لوازم الحلويات، عندي زنجلان او السمسم، وشويه ديال السكنجبير يابس معسل، عندي قرقاع مهرمش، لوز افيلي. لحشو هاد الصابلي غنحتاج المربى او كونفيتور ديال المشمش، يكون عاقد شويه كيف ما كتشوفوا. ممكن تستعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم، تستعملوا ذريعة الكتان ايضا ممكن تضيفوها، ممكن ديروا الكاوكاو مهرمش او كونكاسي عوض اللوز. نحتاج عندي هنا طاولة فرشتها ببابي سلفيريزي، غنوضع هاد العجينة وسط منها. غنبدا ندرس بحال هكا، درستها كامل على القياس ديال الطاولة. غنتكي عليها بالظهر الملعقة بحال هكا باش ما يبقاش هاد الاثار ديال الاصابع. بعد ما ساويت ليها السطح ديالها غنعمل كونفيتور. ضروري كيف ما شفتو معايا بابي سلفيريزي او بابي كويسون يكون طالع للجوانب، حيت كنعرفو الكونفيتور مع الحرارة ديال الفرن كيتحرق. بعد ما وزعت الكونفيتور او المربى ديال المشمش على الوجه ديال العجينة كاملة، غنبدا بسم الله نرش اللوز افيلي. وزعت الحشوه كامله على الوجه ديال الحلوه ديالنا، غناخد ملعقه بالظهر ديالها غنحاول نتكي على هاد الحشوه باش تلصق لينا في الحلوه.
الحشوة مزيان دار الملعقة على الحلوة، ندخلها الفرن مسخن من قبل على درجة حرارة 170 باش ما تحرقش. لنا كي شفتوا معايا السمك ديال الحلوة رقيق، تقريبا كتستغرق ربع ساعة ديال الطياب. نشعل عليها من تحت حتى نحس بها طاب، تقريبا تاخذ لنا شي 7 دقائق، ونشعل عليها تحمر من الفوق. وهذه هي الحلوة ديالي من بعد ما خرجت من الفرن، كتجي على هذا الشكل، تحمرت خدات اللون الذهبي كيف ما كتشوفوا معايا. غادا ندوز باش نقطعها. كنت بديت قطعت ليها الجوانب، كنقطعها بالقطعه ديال الربيع كتسهل علينا العمليه ديال التقطاع. بقى لي هذا الجنب ما قطعتوش. بسم الله كنزولوا هاد الجوانب. كتقطعوا على حساب المرسويات اللي بغيتوهم متوسطين او صغار. الحلوة اللي شاركت معكم اليوم حلوة سهلة بزاف، سريعة، والأهم لذيذة. كتخرج كي شفتوا معايا كمية لا بأس بها، وما فيهاش تمارة نهائيا. جربوها أكيد إن شاء الله تعتمدوها وما عمرها تخطاكم. شفتوا كيفاش كتجي محمرة هشيشة، المنظر ديالها كيجي كيشهي، معلقة بالكونفيتور اللي درنا فيها وداك الكيوي والفخاز والاناناس ومقرمشة باللوز والجنجلان اللي درنا فيها. شفتوا كيفاش كتجي هشيشة رطبة بزاف. متأكدة ان شاء الله غادي تعجبكم، ضروري تجربوها، عمرها ما غادي تخطاكم. شفتوا سهلة، بيضة واحدة وربع كيلو ديال الطحين، تقريبا 50 قطعة ديال الصابلي، ممكن نسميوها كي قلت لكم صابلي، كيشبه الصابلي دنوكا طريقة التحضير ديالو. جربوها ما غاديش ندموا ان شاء الله. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.